مساكم الله بالخير والكرامة، الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا. سامحونا تأخرنا عليكم دقيقة. طبعا اليوم موضوعنا مثل ما انتم عارفين الفرق بين الدراسات العليا في جامعة الكويت والفرق بين بعثة معيد اللي تطلع بعثة من جامعة الكويت. طبعا هذه فيها محاور كثيرة، فيها تساؤلات كثيرة. ان شاء الله راح يكون ويانا ضيفنا الاستاذ ناصر حسن، راح يكون موجود ويانا باللايف. بس اذا ادز لك ريكوست ابو عبد العزيز تدخل ويانا وعليك امر. ان شاء الله راح يكون في محاور كثيره، اللي عنده سؤال اي استفسار اي نقطه اي شيء بعرفه تحت في علامه استفهام يقدر يسال السؤال اللي يبي، ماكو مشكله. نهايه الفقره احنا مخصصين فقره للاسئله، اي شيء تبي تعرفه عن الدراسات العليا او عن البعثه بشكل عام ان شاء الله معاي اخوي ناصر ابو عبد العزيز راح يفيدنا بهالامور كلها. مساك الله بالخير ابو عبد العزيز. جزاك الله بالنور. السلام عليكم ورحمة الله. سلام ورحمه، شلونك استاذ ناصر، اخبارك؟ تمام، الله يطول لي عمرك. انت شلونك؟ ان شاء الله مرتاح، طمنا عنك. نحمد الله. ها هذا احنا قاعدين في البيت، لا طلعه ولا شيء غير الدوام، مخشي. زين زين تسوون، والله زين الله تسوون. بالعكس يحفظك، هذا التصرف الصح في الاوضاع الحالية للامانة. الله يحفظك. بس ابو يبارك عبد فيك. العزيز قبل لا نبلش خليني اتاكد بس من الاخوان إذا الصوت واضح. ما عليكم أمر يا جماعة، الصوت واضح والصورة واضحة قبل لا نبلش. اي والله، بعد اذنكم. ان شاء الله ان شاء الله يكون الصوت واضح. أنا عندي كان شغال بالتليفون الثاني صوت واضح، بس احتياطا جميل، دبل شيك من باب صحيح، الاحتياط. اكيد بدون شك. واضح، ممتاز. بسم الله الرحمن جميل، الرحيم، بسم الله. فقرتنا نبي انا نعرف مسامح منه حد عندك ان معرفة. شاء الله. الدكتور الحين الصوت واضح؟ لا واضح؟ بصراحة مو واضح بعده. شلت اي الحين احسن، المفروض انه احسن. السماعة، انا قلت سماعة افضل. طبعا ان شاء الله ابو عبد العزيز، ان شاء الله نشوفك بعد تقريبا 3 سنوات بالكثير دكتور في جامعة الكويت بإذن الله. خلنا نعطي نبذة تعريفية منه الأستاذ أو الدكتور القادم ناصر حسن. يطول لي عمرك. بالبداية هو للأمانة سؤال بصراحة، وإن كان بسيط يمكن شوي إجابته صعبة، ما تدري الناس شنو ودها تعرف عنك، ولكن باختصار شديد جدا، ناصر حسن خريج كلية التربية من جامعة الكويت في تخصص تدريس الكيمياء. تخرجت الأول على دفعتي مع مرتبة الشرف، معدلي كان قريب جدا من جدا جدا من الأربعة. اشتغل في آسف اشتغل تمام. في وزارة التربية كمعلم للكيمياء. أثناء عملي في وزارة التربية اشتغلت في لجنتين من لجان وزارة التربية، وهي لجنة وضع اختبارات الثانوية للصف العاشر، اختبارات الكيمياء، ولجنة الكنترول العلمي في التدقيق اشتغلت. فكانت للأمانة خبرة جميلة جدا، اعتقدت من بعدها أني قد أكون جاهز للدراسات العليا. فبعدها تم ابتعاثي من جامعة الكويت من كلية التربية قسم علم النفس التربوي إلى جامعة بيتسبرغ في أمريكا لدراسة الماجستير، ومن ثم انتقلت إلى جامعة ميامي حيث الآن يعني أدرس الدكتوراه في تخصص القياس والتقويم، قياس الإحصاء والقياس والتقويم النفسي والتربوي بشكل مطول، قياس وتقويم مختصر. اذكر قلت لي اياك شنو هذا، ايش طول الاسم. انزين، ونعم فيك، تجربه رائعه، وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب دائما ابو عبد العزيز. كنت ويانا زميل بالجامعه، الحين ما شاء الله ايام تركض راح تصير دكتور باذن الله الحمد وتدرس لله، عسى بس ويانا. تذكروني بالخير يوم كنت زميل. كنت بالخير اكيد، بس تدينا شوي. ان شاء انزين الله ابو ما عبد العزيز، خلينا ندش بمحاور. اكيد وايد تفضل. ناس تسأل شنو الفرق بين الدراسات العليا في جامعة الكويت وشنو الفرق بين معيد البعثة اللي هي شوية نوعا ما وظيفة أكثر ما هي دراسة. وايد أسئلة تي، خلينا نوضح أول جانب، شنو الفرق بين الدراسات العليا والفرق بين بعثة معيد؟ ممتاز، جميل جدا. هو للأمانة سؤال ينطرح بشكل كبير جدا، وهو ما في شيء متشابه بينهم غير شغلة واحدة الآن راح أذكرها. بشكل عام راح أتكلم عن الدراسات العليا في الكويت ومعيد البعثة بدون ما أقارن بينهم. الدراسات العليا في الكويت هي فرصة للطالب أو المهتم أنه هو يستكمل دراسته العليا ما بعد البكالوريوس، سواء في الماجستير أو الدكتوراه.
أما وظيفة معيد البعثة من اسمها هي وظيفة وليست فرصة دراسية فقط، هي وظيفة تجمع الأثنين، تجمع الدراسة العليا بحيث أنك أنت تكمل دراستك العليا في الماجستير والدكتوراه، وهي أيضا وظيفة كونك أنت تضمن وجودك كعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت. هذا باختصار شديد جدا. فإذا نبي بس نقارن بينهم، الدراسات العليا في 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 الكويت هي مجرد فرصة دراسية، مو مجبورة جامعة الكويت أنها تعينك بعد ما تأخذ الشهادة، ولكن معيد البعثة هي وظيفة تكمل فيها دراستك العليا ثم ترجع كعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت. فأنت أساساً من ابتعاثك أنت تطلع موظف من جامعة الكويت، يعني خلاص أنا نقلت خدماتي من وزارة التربية أو استقلت من وزارة التربية، وحالياً مسماي في التأمينات أو في ديوان الخدمة معيد بعثة في جامعة الكويت أو موظف في جامعة الكويت باختصار. ممتاز ممتاز. إنزين خلنا نتكلم شيء داخل الكويت بعدين نطلع برا. داخل الكويت إذا واحد يبي يدرس دراسات العليا بشكل عام، الماجستير أو الدكتوراه أو حتى إذا كان في دبلوم عالي كذلك، شنو الشروط بشكل عام؟ أنا ما إحنا ما ندش الديتيلز، يعني اللي يبي الديتيلز التخصص، كل تخصص كم معدله، شنو آخر اختبارات وشنو المعايير، هذه كلموني بالخاص أنا راح أدزلكم إياها بالتفاصيل عشان لا نتفرغ، لأن إن شاء الله الكليات كثيرة والتخصصات كثيرة. بس خلينا نتكلم عن الشروط الأساسية أبو عبد العزيز، شنو الشروط الأساسية للدراسات العليا في جامعة؟ ممتاز. أعتقد الشرط الأساسي وهو واضح لجميع التخصصات وهو الشرط العام لجميع المتقدمين وهو المعدل. في حال إذا كان المتقدم يبي يقدم على درجة الدكتوراه فقط، بمعنى هو حامل شهادة الماجستير، يفترض أن يكون أو لا يقل معدل العام عن 3. ما نتكلم إحنا عن المعدلات الخاصة، نفس ما أنت تفضلت كل كلية وكل تخصص له شروط خاصة فيه، فأعتقد لست الشخص المناسب اللي يجاوب الشروط الخاصة، وبإذن الله أنت إن شاء الله تفيد وتيل لهم الشروط. لا تحاط بإذن الله. فهذا بالنسبة للدكتوراه. أما اللي يقدم اللي عنده بكالوريوس ويبي يقدم على اللي هي شهادة الماجستير، فالمعدل لا يقل عن 2.67. هل هناك استثناءات؟ سؤال وايد يوصلني، هل هناك استثناءات للمعدل العام؟ لا، لا يوجد أي استثناء للمعدل العام إلا في بعض التخصصات الطبية الإكلينيكية، وإن ما خاب ظني الحقوق، في كليات الحقوق. نرجع ونقول هذه الأشياء ترجع للقسم العلمي أو ترجع للشروط الخاصة في كل تخصص. طبعا بشكل عام أنت لما تيجي تقدم هناك 4 معايير يتم على أساسها المفاضلة بين المتقدمين، فنرجع ونقول ارجع لتخصصك عشان تعرف المعايير، وإذا حبيت تعرف شنو المعايير الأربعة أتوقع أن مصطفى ممكن يفيدكم أكثر. موجود، شوف كل شيء تحتاجونه يخص دراسات العليا، البعثات، أي شيء ببالكم في اللي يخص الماجستير والدكتوراه إن شاء الله إذا ما حصلتوا معلومة مجرد تكلموني في الدايركت راح أعطيكم المعلومة دايركت، لا تحاتون وبتفاصيلها يعني لا تشيلها. ممتاز. طبعا احنا مثل ما تفضلنا قلنا المعدل، وفي كليات لها معدل تخصص كذلك مو بس المعدل العام، وفي كليات لها استثناءات مثلا وهكذا، هذا كله انا راح ادزه حق الاخوان في الخاص مجرد يدزوا لي مسج. انزين وش نقطه ثانيه، وايد ناس تقول انا مستوفي كل الشروط بس على مثلا معدل، يعني يبون مثلا 3 نقاط انا يبي 2.92، هل في مجال اروح على حسابي ادرس؟ مثل ما احنا تفضلنا لازم تستوفي جميع الشروط المذكوره. زين خلينا نروح حق شويه، الناس تسال شنو في البرامج بالكويت، في دبلوم عالي في بعض الكليات، في ماجستير في بعض الكليات، في دكتوراه في بعض الكليات، فهذا راح اطرش لكم اياه في الخاص. زين خلينا نروح شويه الحين على الخارج، يعني احنا قاعد ننوع داخل وبرا. برا اذا واحد يروح بعثه معيد نفس ما انت ابو عبد العزيز المسار اللي انت ماشي فيه، شنو الشروط؟ شنو الطريقه؟ ابي اعرف. ممتاز. طبعا معيد البعثه شوي هي ما اقول هو الدرب الاصعب، ولكن هو الدرب اللي فيه شروط اكثر، كون ان انت ليست مجرد دراسه وشهاده او فرصه تعليميه، هي ايضا وظيفه، انت بالنهايه بترجع كعضو هيئه التدريس في جامعه الكويت، فلا بد ان جامعه الكويت تضع بعض الشروط الخاصه اللي هي ترى من وجهه نظرها انها مناسبه او ودها تشوفها في اعضاء هيئه التدريس في المستقبل في الجامعه. اول شرط وواضح للجميع ان جامعه الكويت ماشيه في درب التكويت، فهو اول شرط اساسي وهو ان يكون المتقدم كويتي الجنسيه.
ما في أي استثناء لأبناء الكويتيات أو المقيمين بصورة غير قانونية، أخواننا الغالين على قلبنا، أخواننا البدون أو الجنسيات العربية أو ما إلى يعني جميع الجنسيات. فإذا الوظيفة هذه فقط للكويتيين معيد البعثة. الشرط الثاني وهو أيضا من الشروط الأساسية وهو العمر، مو موجود في الدراسات العليا ولكن موجود في معيد البعثة، والشرط الآن يعني على آخر إعلان أنا أكلمك لا يزيد العمر عن 35 سنة. الشرط الثالث طبعا مهم جدا، ما يكون عليك أي قضايا جنائية أو قضايا مخلة بالشرف والأمانة، وهذه نقطة جدا مهمة فلازم تكون تنتبه لها، وأن تكون حاصل على قبول أكاديمي غير مشروط non-conditional admission offer يسمونه، إذا كانت الدراسة في جامعة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. فما يصير يكون في أي شرط في القبول، أي شرط بمعنى حرفيا أي شرط. يعني واحدة من القصص الطريفة، أنا في واحدة من الجامعات اللي قدمت عليها شرطت علي، يعني ما أعطتني ولا شرط، ما عدا شرط واحد اللي هو إن لازم تجيب لنا التطعيمات، شهادة التطعيمات. فجامعة الكويت رفضت هذه الجامعة لأن حطت لي شرط. فباختصار ممنوع يكون في اي شرط. هذه نقطه طبعا معدلك. نوضح النقطه ابو عبد العزيز، نوضح النقطه حق الاخوان. الاستاذ شنو قاعد يقول لكم؟ يقول لكم انت اذا بتجيب قبول من جامعه لازم تجيب قبول غير مشروط، يعني الجامعه ما تشرط عليك تطوف اختبار معين، ما تشرط عليك مثلا تجيب شهاده ولا شرط حرفيا، ولا على وضعك الحالي اللي انت مقدم فيه تقبلك. فعشان الصوره تكون واضحه، لان في ناس تحتاط، يبون مني مثلا ايلز، يبون مني مثلا درجه جيمات معينه، يبون مني جي ار اي. احنا راح نتطرق لهالامور، بس انا اتكلم ان الشرط الاساسي يقول لا، لازم قبول غير مشروط. صحيح. كمل. وايضا نقطه المعدل، معدلك ما يصير يكون اقل من 3. هناك ايضا انا اتكلم عن المعدل العام، هناك كليات او تخصصات فيها معدل تخصص، فانظر لشروط الكليه الخاصه. وطبعا بشكل عام لازم مؤهلاتك تكون، اذا انت بالبكالوريوس مو متخرج من جامعه الكويت او حتى من جامعه الكويت، لازم يكون بالانتظام والدوام الكامل. اذا انت بالضبط، اذا انت خريج جامعه غير جامعه الكويت لازم تجيب معادله شهاده، وهذا ايضا نفس الشرط موجود في الدراسات العليا في الكويت. ممتاز ممتاز جميل. يعني ما شاء الله احنا قاعد ما تقول اسئله كثيره قاعد نجاوب عليها، بس في معلومات تجينا ساعات تقول لك هل اقدر اروح اي جامعه اي قبول منها، ولا في لسته جامعات معينه لازم التزم فيها؟ ممتاز. طبعا كل قسم علمي يعتمد مجموعه من الجامعات في التخصص، فانت عشان تدور في او في التخصص الموجود لابد انك انت تتبع هذه اللسته، مع العلم ان احيانا وجل من لا يسهو بدون شك، قد تسقط سهوا والقسم العلمي يضع جامعه غير معتمده لدى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي. فهذه وظيفه الطالب او المتقدم او المهتم انه هو يدور على جامعه موجوده اول شيء في لسته القسم، اثنين يتاكد من وجودها في الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي في موقعهم الالكتروني. فاذا هناك لسته معينه انت ما تقدر تقدم بشكل عشوائي. جميل جميل. زين ابو عبد العزيز، خل اسال سؤال. وانا معروف بحسابي الشفافيه وما الف وندور. أكيد. وايد ناس تقول هل في واسطه في التقديم ام لا؟ نقطه مهمه. انا ابتسمت. انا شوف بصراحه جوابي لهالسؤال كان عنيف شوي. اذا تبي جواب مختصر، لا ومستحيل. يعني هذا جوابي المختصر. ليش لا ومستحيل؟ باختصار شديد جدا، هناك فورمه معينه انت يا مصطفى تبي تقدم، هذه الفورمه درجات، انت بتقدم من جامعه الكويت تاخذ درجه، معدلك تاخذ درجه، جاي باختبار اللغه تاخذ درجه. فباختصار شديد جدا الواسطه لا راح تقدر تجيب لك قبول من قبول غير مشروط، هذا اولا. وانت عشان تجيب قبول غير مشروط لابد تختبر بعض الاختبارات، الواسطه ما راح تختبر مكانك ولا راح تجيب لك درجه هذه الاختبارات، مثل اختبارات اللغه واختبار الجي ار اي والجي مات. ما راح تلعب الواسطه بمعدلك، هو معدلك موجود في الشهاده وانت راح تاخذ بناء عليه درجتك. ممتاز. ففي ما تس... 90% تقريبا من اللي موجود في الورقه، ورقه التقييم، هو يرجع لك انت.
يعني انت بيدك انت، ما 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 في احد يقدر يتحكم فيها. 10% او 15% قد تكون للمقابله اللي البعض يعتقد ان فيها واسطات. مره ثانيه نرد ونقول المقابله، انت لما تيجي تقدم على معيد بعثه في مقابلتين، مقابله كليه ومقابله قسم، اثنينهم فيهم خمس اعضاء، اقل شيء خمس اعضاء او ثلاث اعضاء. فصدقني في المقابلتين ما راح يكونون العشرة ما يخافون الله، 100% في واحد منهم يخاف الله وما يرضى يمشي هذه الواسطه، واللجنه كلها توقف على ريل واحده بس عشان هذا الشخص. فباختصار نرد ونقول ما في واسطه. ممتاز. تطمع. طبعا انا سالت هالسؤال عشان الناس الاشاعات اللي تطلع، انا صاحبي قبله واسطه وانا رفيجي نائب تدخل، فاحنا وضحت هالامور ان الوضع منضبط والحمد لله، هذا شيء نفتخر فيه داخل جامعه الكويت. انزين الحمد لله. في سؤال مهم الحين، ابو عبد العزيز قدم ومصطفى الشرطي قدم، واثنيناتهم مثلا قدموا على تخصص نفرض شنو هندسه. زين ابو عبد العزيز مختبر الايلتس، مصطفى مو مختبر الايلتس، ابو عبد العزيز ماخذ الجيمات مثلا، مصطفى مو ماخذ الجيمات. هالامور هالدرجات هل تفرق بمعايير القبول والتقديم ام لا؟ ممتاز. انت تتكلم عن داخل الكويت ولا عن معيد بعثة؟ داخل الكويت شروط واضحه، يعني معايير واضحه، انا حط لهم اياهم اربع معايير هي واضحه، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين المعايير. طبعا. يعني انت لازم تجيب هالدرجه، جبت اعلى حاطي لك نسبه على المعدل، نسبه على الاختبار، طبعا على حسب كل معيار. انا اتكلم عن البعثه. ممتاز. طبعا انت بالبدايه عشان تعرف، انت عشان تحصل قبول غير مشروط لازم 100% يكون عندك اختبار لغه واختبار جي ار اي او توفل او عفوا جي ار اي او جيمات، او اذا كان في اختبار معين لتخصصات الطب. فما تقدر تحصل على قبول غير مشروط بدون هذه الاختبارات. ولكن اذا انا بعيد صياغه السؤال، هل لو انا جاي بدرجه اعلى من درجه مصطفى قد تكون لي فرصه اكبر؟ نعم، هناك وزن وبند على درجه اختبار التوفل والايلتس، قد تعطيك اللي هو نفس ادفانتج على اللي قدامك، ولكن هي ليست بدرجه جدا عاليه، اتوقع انها درجه مو اكثر. ممتاز ممتاز. احنا قاعد نلملم الاسئله، طبعا ما شاء الله الاسئله واصله عندي 35 سؤال. ما شاء الله. الله يعينك ابو عبد العزيز. لا بالعكس، شوف يمكن 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 انا عندي الصراحه هذه اللقاءات، يعني هو الاشياء هذه بيني وبينك انا وياك عارفينها، الشروط العامه والاشياء هذه حتى قد يكون حتى المتابعين عارفينها، ولكن هناك اللي هي الشروط الخاصه وبعض البنود الخاصه اللي هم ودهم يفطنون عليها. فانا مؤمن بان هذه الاسئله اللي تطلع منهم هي الاسئله بصراحه اللي جدا مهمه وتهم اللي يتابع هذا اللايف. فصدري وسيع وقاعد وياكم لي باكر، لا تحاتي. قول ان شاء الله. طبعا هذا اللي نحتاجه، احنا مسوين هالفقره لا حقي ولا حق ابو عبد العزيز لكم، فلا تستحي اسال اللي تبي. يمكن ابو عبد العزيز احنا طرقنا حق محاور كثيره، طرقنا حق نقاط كثيره، وانت تفضل قلت طريق افضل طريق ان، او يعني ما نقول اسهل، افضل طريق ان انت تصير دكتور في الجامعه اللي هي بعثه معيد. وايد ناس تسال ان انا اذا مثلا خذيت ماجستير ودكتوراه من هذه الجامعات المعتمده اللي بالقسم، هل من الممكن ان اصير دكتور في جامعة الكويت؟ لنفرض ما حالفني الحظ وأنا متفوق، ما انقبلت بمعيد بعثة، ودزوني مثلا نفرض أي جهة دزتني ومن هالجامعات المعتمدة وخذيت الدكتوراه، هل في ممكن طريق إن احنا نصير دكاترة في جامعة الكويت أم لا؟ طبعا بدون شك أكيد في. أنت بالنهاية جامعة الكويت ما تبتعث معيد بعثة في جميع التخصصات، قد يسقط تخصص سهوا، قد يحدث ظرف لي كليه معينه وتطلب تخصص او درجه، فيفتحون جامعه الكويت في العاده سنويا المجال، ينزلون اعلان ان احنا والله يا جامعه الكويت محتاجين متقدمين في او اعضاء هيئه التدريس في التخصصات الفلانيه. فكونك انت عندك شهاده دكتوراه من جامعه معتمده بنظام الانتظام الكامل، ما يصير يكون انتداب او ما يصير يكون بالضبط اي انتساب عفوا، ما يصير يكون بالانتساب، ما يصير يكون بالدوام الجزئي ان ما كنت غلطان، فلازم يكون بالدوام الكامل وبالانتظام يعني ماخذ الشهاده. وطبعا تثبت يعني بالاوراق، وقد يعني بعض الاحيان ممكن يطلبون منك حتى كشف دخول وخروج المنافذ عشان بس يعرفون انك انت رايح ومو مو بس مو مو يعني رايح بنظام الانتظام الكامل او الداو.
فباختصار الجواب نعم تقدر، ولكن لازم ترجع للشروط الخاصة في التقديم حزتها إذا نزلت. بعضهم بعض التخصصات أو بعض الإعلانات عفوا ينزل فيها شروط خاصة في موضوع الببليكيشنز النشر العلمي، فلا بد أن المتقدم يكون عنده بعض الكونتريبيوشن بالفيلد من نشر علمي وهذه الأمور. عادة يتم تعيينهم سنة أو 3 سنوات عفوا، يأخذون العبء التدريسي الكامل، وبعدها يتم تقييم ما إذا إن شاء الله راح يتم تعيينهم أو لا. يتم ندهم، أنا أقصد أن يتم ندهم بشكل أيوة بشكل انتداب كامل، يداوم في جامعة الكويت 3 سنوات يعني عبء تدريسي كامل يأخذونه، وبعدها يقيمون وضعه. فنعم باختصار نعم ممكن، بس مثل ما تفضلت أنت، إذا أنت فعلا ناوي أنك أنت تكون عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، فخل عينك على معيد بعثة كونها الطريق الأفضل والأسلم والأضمن، عشان بس نكون واضحين. ممتاز. طبعا اللي يسأل شنو هي اللائحة، شنو هي الشروط إذا أنا مرايح عن طريق بعثة، طبعا أنا عندي إياها وماخذها من القسم، راح أسوي لكم إياها وراح أكتب أنا وراح أقول لكم إن هذه قابلة للتغيير لكل سنة. فدائما أنت أخذ الشروط العامة أخذ نظرة، ولكن إذا تبي الشروط الرسمية راجع القسم، راجع دائما الجهة الرسمية. إحنا نساعدكم، إحنا نساعدكم ونوعيكم بس عشان الصورة تكون واضحة بس، لكن إذا أنت جاد وأخذ المعلومة من القسم المختص نفسه. ساعات أنا أكتب لك معلومة بعد 6 أشهر يتغير بنت، يزيدون معدل وإلى آخره. فأنت لا تعتمد على الحسابات مثلا اللي قاعد تساعدك أو ربعك أو حتى أخوانك، روح دائما تكسل وروحك الجهة نفسها. ممتاز مصطفى. بس عفوا بضيف نقطة صغيرة في موضوع معيد البعثة، هي أيضا من الأسئلة الكثيرة اللي وصلتني. يقول بعض الناس يقول لك إنزين جاء القسم مثلا قسم الكيمياء لنفترض كمثال، أو خلينا نقول قسمي أنا علمنا السربوي، نزل تخصص مثلا القياس والتقويم وما بتعف أحد، ما وافق على ولا أحد، فهل إذا القسم نزل تخصص معناها لازم يتم ابتعاث أحد؟ طبعا الجواب باختصار لا، إذا ما كان فيه متقدم مجتاز للشروط أو ما ينظر تعتقد لجنة البعثات في القسم إنه هو غير مؤهل لهذه الوظيفة فما يتم ابتعاثه، فمو بالضرورة إذا تخصص نزل لازم يعينون فيه أو لازم يأخذون فيه. طبعا ما ينزلون إعلان استثناء الناس ما يسوون دراسات العليا إذا المقاعد ما اكتملت، إعلان واحد وانتهى. بالضبط. وممكن الطالب يروح يسأل القسم قبلها إذا وده يعرف شنو الإعلانات اللي ممكن تنزل، لأنه هو معيدين البعثة العلاقات الثقافية تنتظر جميع الكليات ترسل الدرجات وتالي ينزلون الإعلان، ولازم طبعا موافقة الجامعة. فبس القسم العلمي في العادة يكون عنده خبر شنو التخصصات اللي بتنزل، وجدا خدمة جميع الأقسام. بالضبط كلام سليم، وإحنا حتى عندنا أرقامهم في البوستات موجودة، ولكن الحين ماكو دوام حتى لا سمح الله لو واحد ما قدر يقدر يتواصل وياهم، متعاونين جدا. إنزين في نقطة مهمة أبو عبد العزيز، يصير أنا أقدم على أكثر من تخصص عشان أضمن قبولي، ولا أدلي فرصة واحدة في تخصص معين خصوصا بالكويت دراسات العليا بالكويت أو بعثة معيد؟ أنا إجابتهم واحدة، في الأثنين ما يصير، في الأثنين أنت حدك تتقدم على تخصص واحد. وفي شغلة ودي أضيفها في هذه النقطة من تجربة شخصية، إذا أنت قدمت قياس وتقويم مباشر قدمت علم نفس تربوي، واللي عقبه قدمت علم نفس نمو، اللي قدامك 100% بتعطي انطباع أن أنت غير جاد في التخصص، أنت بس تبي تكمل وبس، أو بس تبي تقدم على هذه الوظيفة وبس، وهذا تصرف غير صحيح. تقدم دائما للتخصص الأقرب إلى قلبك، لا تروح شيء أنت مو حابه أو أنت مو عارف عنه شيء، لأن باكر أنت اللي راح تتوهق. فدائما اختار تخصص بناء على رغبتك الفعلية. ونرجع للسؤال، لا ما يصير تقدم على أكثر من تخصص، وأيضا ما يصير تقدم على أكثر من كلية. طبعا قيمة المرء فيما يحسنه فيما يقولون، روح المجال اللي أنت تحبه، روح التخصص اللي أنت تميل له، عشان باكر لما تي تتوظف أو تدرس أنت حاب هذا الشيء، عندك هذا الرغبة، ما تقول ليتني خطيت مثلا خطوة ثانية أو ليتني رحت تخصص ثاني. إنزين أبو عبد العزيز، يعني أنا ما شاء الله المحاور كثيرة بس قاعدين اللملمح. إنزين يصير نفرض الحين أنا مصطفى رحت عن طريق بعثة التعليم العالي، خرجت من الثانوية، رحت بريطانيا أو أمريكا اللي يكون الدولة، وخذيت بكالوريوس وخذيت تفوقت، وجامعتي من الجامعات المتميزة أعطوني التعليم العالي بعثة مثلا ماجستير، وخذيت الماجستير رديت الكويت. وايد ناس تقول
هل لأني أنا مبتعث من التعليم العالي، هل جامعة الكويت ملزمة توظفني عندها مثلا كمعيد، اللي احنا نسميه دكتور ومعيد، او مثلا مدرس مساعد، زين، هل مجبره ولا لا لازم نفس الطريقه ينزل اعلان واقدم؟ ممتاز، هو نفس الفكره. انت ما يعني جامعه الكويت مو مجبوره تعين اي شخص عنده شهاده ماجستير او شهاده دكتوراه. نرجع ونقول لازم تنتظر الاعلان، اذا نزل اعلان مطلوب فيه في بس مصطلحين انت مهمين وايد وايد حلوين انت ذكرتهم، اللي هو معيد ودكتور. هي والمسمى العلمي لهم عضو هيئه التدريس وعضو هيئه التدريس، او عضو هيئه اكاديميه وعضو هيئه اكاديميه مسانده. اي بالضبط. المسانده اللي هو اذا كان عندك بكالوريوس فما فوق ممكن تتعين فيها، اما العضو هيئه التدريس او العضو الهيئه الاكاديميه لازم تكون دكتوراه فما او دكتوره ما في فما فوق. فالفكره ان جامعه شلون؟ أكون فوقها بعد بروفيسور، يعني ما يبيها. بروفيسور على ابحاثك يعني، حتى مو شهاده على أكيد. قولتهم. صحيح. فالفكره ان لازم تنتظر الاعلان حتى يتم، اذا كانوا طالبين درجات معيدين فممكن كنت تقدم على المعيدين. وها في فرق بين معيد في جامعه الكويت ومعيد بعثه في جامعه الكويت، صحيح اذا طبعا. تبيني اقول الفرق بينهم باختصار. جوهد من ضمن المحاور، جوهد ممتاز، فما يخالف سبقنا شوي وقت ماكو السؤال. مشكلة، دام قاعد نسترسل ماكو مشكلة. باذن الله، المعيد هو باختصار انت يعني تيتشنج اسيستنت، مدرس مساعد لاعضاء هيئه التدريس في ولك بعض المهام في جامعه الكويت. معيد البعثه انت تتعين بدرجه معيد وتستلم راتب المعيد بدون البدلات، ولكن يتم ابتعاثك حتى تحصل على شهاده الدكتور الماجستير والدكتوراه، ثم ترجع كعضو هيئه تدريس وليس كعضو هيئه مسانده. ممتاز ممتاز. انزين الحين انا ابو عبد العزيز، انا مصطفى الحين قاعد ادرس بكالوريوس، زين، وشنو اسوي عشان اصير دكتور، وعشان مثلا اقدر اقدم على مواعيد بعثه؟ تدري وايد طلبه يقول معدلي نقطتين و90، زين يخليني اكمل، ينصدم 3 نقاط، 3.5 نقاط مثلا، او في بعض الاحيان انت يمكن فاهمني يطالعون درجه البكالوريوس مالتك شنو. ففي امور حتى لو انت كملت الماستر، ففي امور الطالب ما يعرفها الا لما يتخرج او لما يروح يسال. فاحنا بنوعي هم طلبه البكالوريوس اللي قاعدين يدرسون، شنو النصائح اللي تعطيهم، او شنو الصعوبات اللي على قولتهم تواجههم عشان يتفادونها، عشان يقدم حق الدراسات العليا او البعثه؟ جميل، الصراحة هذا السؤال وايد حلو، كنت أتمنى بيوم من الأيام أن أنا أسمع شخص ينصحني في هذا المجال. وللأمانة أوجه الشكر والتقدير لدكتور يعقوب جعفر من قسم المناهج عندنا في كلية التربية، هو الشخص نعم اللي للأمانة جاوب على كل أسئلتي، يعني جاوب حرفيا سألته نفس السؤال بنفس الصيغة وأعطاني إجابته، فأنا بنقل إجابته مع بعض النقاط اللي أنا أراها من وجهة نظري الطالب لازم ينميها. أول شيء وأهم شيء هو معدلك، كل ما زاد معدلك واضح بأن فرصتك في الدراسات العليا في الكويت أو كمعيد بعثة تزيد 100%. معدلك هو يعني إذا احنا افترضنا أن هناك مشخال يشخل الطلبة ويطلع يعني فلترهم، فأقوى فلتر وأهم فلتر هو المعدل، فالأولوية دائما حق اللي معدلاتهم اعلى. وطبعا اتوقع الكل يلاحظ الامر لما تسال المتقدمين وتسال عن معدلاتهم، تلاحظ ان معدلاتهم فوق 3.5، فالافرج هو ان يكون معدلك 3.5 فما فوق. انا ما مر علي شخص معاي حاليا معيد بعثه معدله اقل من 3.5، بل بالعكس معدلاتهم قريبه جدا من الاربعه. فاول نقطه المعدل. النقطه الثانيه، احرص على ان درجاتك في المواد اللي لها علاقة بتخصصك تكون عالية. أنا ما أتكلم عن معدل التخصص، معدل التخصص أيضا مهم إلى جانب المعدل العام، ولكن احرص على أن درجاتك في، يعني مثلا أنا كنت حريص على أن درجاتي في مواد القياس والتقويم، مواد عفوا علم النفس التربوي قسمي، تكون عالية، لأني كنت يعني شبه مخطط في سنتي الأخيرة أن أنا آخذ أو أطلع بعثة على هذه في على هذا القسم. كنت حريص أن هذه النقطة، إلى جانب بعض المهارات الأساسية منها اللغة إذا اعتبرناها مهارة، فأحرص على تنمية اللغة الإنجليزية عندك، سواء درس دراسات العليا في الكويت أو في الخارج تحتاج لغة إنجليزية جيدة جدا، مو جيدة بس، فلازم تكون أباف أفرج، أعلى من المتوسط. هذا بشكل عام فيما يخص التخصصات. الشغلة الثانية شوي اجتماعية، البعض ممكن يتفق معاي فيها والبعض ممكن ما يتفق معاي فيها. احرص على ابراز نفسك في المحاضرات قدام اعضاء هيئه التدريس،
يمكن اخواني اللي زاملوني في كليه التربيه او كليه العلوم اللي اخذت معاهم بعض المواد، الحمد لله ولله الحمد، اشكر ربي مليون مره انهم الى الان قد يذكروني بالخير، ان فعلا هذا الشخص مجتهد، شخص حتى ما تشك فيه انه هو ممكن اخذها بواسطه. كونك انت زميل من زملائي، ان شاء الله تكون نفس وجهه النظر هذه عندك، لكن احرص على انك انت تترك هذا الانطباع الجيد مع زملائك بالضبط، وايضا مع اعضاء هيئه التدريس. مو عيب، بين نفسك، طلع نفسك، بين لهم انك انت مهتم، لان اذا انت بينتهم انك انت مهتم قد يساعدونك ويوجهونك. انا ما اتكلم مساعده واسطه، اتكلم مساعده توجيه، لان انت خلال هذه الفتره تحتاج توجيه اكثر من اي شيء ثاني. بزيد على كلامك بعد عزيز، قصه صغيره يعني انا صاير وياه، وايد ناس ترى عبالهم انا طالب، عبال ما يدرون ان انا، انت تدري فارق العمر، ما يدرون ان انا ممكن حسبة اخواني بشكل عام. اكيد بدون شك. اتشرف ان يكونون زملاء لنا يعني بشكل عام. في قصه طبيعي. صغيره خليني اقول لك اياها. ايام الجامعه انا ما اقول لك كنت فلته، ولا اقول لك كنت مدرس عادي طالب طبيعي، لان يعني الناس يقول اسمك مصطفى بس لا طالب طبيعي. كنا نحضر المحاضره بس شنو؟ ويا الدكتور شويه يعني تعطيه اهتمام ان انت وياه بالماده. وايد ناس ترى ما يعطون هذا الانطباع، حتى لو كان هو شاطر، لما تعطي انت هذا الانطباع عند الدكتور باكر يحسب لك الف حساب. في الامتحانات لما يشوف درجتك اي والله، لما يشوف مثلا الحضور والغياب يشوفك ملتزم اي والله. ترى هذا الانطباع باكر لما انت تتخرج هو راح يذكرك، لما انت تقدم معيد بحث اي والله صحيح. هذا طالب باله اي. فهذه شغله مهمه. الشغله الثانيه، القصه اللي بقول لك اياها، انا قدمت، ما اقول لك ما قدمت بالكويت، فقابلوني بالمقابله احد الدكاتره وقال لي على طول دشيت. الدكاتره الموجودين الثلاثه اللي قابلوني على طول عرفوني مصطفى. ليش؟ لان في انطباع كان موجود ايام الدراسه. فهذا ترى شيء يعكس، خصوصا اتكلم بالمقابله، انت اوكي اذا عديت الامور بس بالمقابله راح يعرفونك على طول، عرفوني مصطفى الشرطي. فهذا شيء مهم لك انت كطالب، انه يعرفونك ان انت مثلا مجتهد، يعرفونك ان انت مميز بين مجموعه الطلبه 30 40 واحد. فركز على هذه الامور، ترى والله صغيره بس تفرق. لا يعني لا صدقني وايد صغيره، ويمكن انت ابو عبد العزيز مريت بهالشيء. يعني انت تو ذكرت الدكتور يذكرون، يعني يثبتون، ترى الدكاتره لا تشوفون كذي، يثبتون اول ان كل يوم قاعد تقريبا وترك يعني جابك. فهذه النقطه اللي بغيت اضيفها. طبعا في نقطة مهمة، وايد ناس تقول هل في منح تميز بجامعة الكويت وفي منح تميز حق البعثات أم لا؟ البعثات ما فيها منح تميز، هي انت كونك انت اصلا ماخذ معيد بعثه تعتبر معيد البعثه اعلى 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 منحه اكاديميه، اذا ممكن نسميها، مقارنه مثلا ببعثات الـ انا اتكلم اكاديميه، يعني في بعثات النفط والصحه قد تكون اعلى، ولكن اتكلم اكاديميا انك انت بترجع او كدراسه، يعني اعتقد ان جامعه الكويت هي اعلى منحه، فما تحتاج منحه التميز. منحه التميز موجوده بالكويت، للامانه ما عندي فكره او خلفيه عامه عن او خاصه عفوا في اليتها ومعاييرها، ولكن بشكل عام اعتقد ان لابد انك انت يكون معدلك عالي حتى تستطيع انك انت تقدم على منحه التميز، وهناك بعض الشروط الخاصه، قد تكون انت شخص افضل مني في ايصال هذه الصوره. فلا اعطيكم هالمعلومات. منحه التميز طبعا لازم يكون معدلك 3 نقاط وفوق، وفيها لها شروط كثيره من الاختبارات والامور، راح احط لكم اياها بالستوري، او اذا احد طلبها راح احط لكم اياها، وموجوده ترى بالبوستات. لو تدش البوستات تنزل تحت مكتوب منحه التميز، راح تشوف شروطها. ترى اي معلومه تبونها على بالكم او تدري مثلا باي وقت، دش الانستغرام مالنا راح تلقى كل. عساك على القوه ان شاء الله. ابو عبد العزيز بسال سؤال اخير وبعد فقره الاسئله كان الوقت، لان وصلوا الاسئله 65 ما شاء الله، الله يزيد. ما شاء الله. هل طبعا بالكويت في معاونه وفي منحه يعطونهم مثل مكافاه حق اللي مو موظف، خلينا نروح برا، هل بعثه اللي هي معيد في مبلغ يعطونكم؟ وكم المبلغ؟ هل يختلف من مكان لمكان؟ وهل يكفيك ام لا؟ هذا العزوبي، احنا نتكلم عزوبي، اللي متزوج هل في عائل عيالك مثلا الزوجه ولا لا؟ فهمت اتوقع السؤال. ممتاز. إذا نتكلم عن الأمور المالية بشكل عام في كوظيفة معيد بعثة،
باختصار يكفي ولا ما يكفي يعتمد على المدينة اللي أنت عايش فيها والدولة اللي أنت رايح لها. يعني شخص عايش مثلا، أنا كنت عايش في بيتسبرغ بنسلفانيا، تعتبر أرخص من ميامي فلوريدا اللي الحين عايش فيها، فكان يكفيني أكثر في بيتسبرغ. بميامي أحتاج أحيانا راتبي الكويتي عشان أسد الاحتياج. بشكل عام في كمعيد بعثة أنت يمشي لك راتبين، أو يمشي لك راتب ومكافأة. راتبك الكويتي كمعيد، لأن أنت قلت لك تتعين في درجة معيد ومن ثم يتم ابتعاثك. اللي يفرق بينك وبين المعيد في جامعة الكويت الصجي اللي قاعد يدرس حاليا، أنه هو يمشي له بدل التدريس وبعض بدل التشجيع طبيعة التدريس وهالأمور، أنت ما تمشي لك بدلات، أنت تأخذ تقريبا راتب صافي اي مع اعتقد بدل او بدلين زياده بدل طبيعه عمل ان ما كنت غلطان، ماني ذاكر بالضبط البدلات، ولكن يمشي لك راتب اللي هو راتب المعيد مع بعض البدلات. وتمشي لك ايضا مكافاه في بلد ابتعاثك. المكافاه تختلف طبعا، البعض ما يدري ان احنا ما نتبع التعليم العالي، مكافاتنا غير عن التعليم العالي، احنا نتبع جامعه الكويت. فالتعليم العالي سواء أنت مبتعث في البحرين أو مبتعث في أمريكا تأخذ نفس المكافأة. في جامعة الكويت الوضع مختلف. ثانية جامعة الكويت بالضبط. فتختلف يعني المكافأة باختصار تختلف من دولة إلى دولة. أمريكا أعتقد هي الأكثر مع كندا، وإن ما خاب ظني بريطانيا وأستراليا، ما عندي فكرة عن باقي الدول، ولكن إذا أنت عزوبي تأخذ تقريباً 2000 وبحدود 2800 2900، انا ما يخالف اعطيك الارقام رفلي بس مو شيء بس هذا مخي بالضبط. الراتب مع المكافاه، لا هذه المكافاه بس 2800 دولار مو دينار، الحين كلهم بيقدمون على معيد بحث اسمعوا 2800 لا 2800 دولار اي ممكن يوصل الى 3800 او 900 اذا كنت متزوج، لان ايضا يمشي للمرافق لك. الأبناء أيضا يمشي لهم 300 دولار على كل ابن. هذا فيما يخص المخصصات المالية باختصار شديد جدا. تبي أدش بتفاصيل الحضانة والأمور هذه ولا لا؟ ما أعتقد أنه يعني مهمة بالضبط. حق وايد ناس اللي متزوج عنده عيال، أنا أخوي يسأل إذا قبلوا يعني تو الناس تحب الأمور الرئيسية. ممتاز أبو عبد العزيز، خل نروح حق ما شاء الله 69 وصلوا الأسئلة. خلينا نروح ناخذ الأسئلة، بس ترى باقي لنا 20 دقيقة. خلينا ناخذ الأسئلة بشكل سريع عشان نغطيهم، واللي ما أخذناه عشان باللايف اللي بعدين راح نسكر في الانستغرام ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة إذا في سؤال مجاوبين عليه سامحوني، ما راح أعرضه عشان الوقت. فإذا عندكم أي سؤال أي شيء سألوني بالخاص، لأن احنا جاوبناه وراح أجاوبكم من عيوني. إن شاء الله. وحتى إذا أحد يحتاج أي شيء فيما يخص معيدين البعثة، يعني حاضر بشوفة في جميع التخصصات. احنا عندنا كمعيدين بعثة جروب، يعني ما تبارك الرحمن من كل التخصصات وكلهم اخوانهم وما يقصرون معاهم. يعني في حال احتاجوا شيء في تخصص معين او يبون يسألون عن طريقة الجامعات في الخارج. بعد العزيز اعطيهم معلومة حصرية عن الرابطة ولا ما تحب تتفضل؟ لا خلها شوي. حصريات عندنا ما ودنا نعلن الى الان، بانتظار ان شاء الله. ناخذ الأسئلة بشكل سريع. أبو سعيد بسم الله الرحمن الرحيم. كل شهر تنزل مكافأة ولا أسبوعية؟ إذا تتكلم عن معيد بعثة كل شهر راتب. كل شهر ممتاز. وأنت جامعة الكويت شهري. واحد سأل معيد بعثة حلو، خلنا ناخذ الأسئلة. معيد بعثة يصير آخذ مرافق زوجي؟ نعم، هو معيد البعثة الدارس والمرافق، المرافق سواء كان ذكر أو أنثى. ممتاز. طبعا في اسئله انا راح اخذها عنك، في طالب بعد اذنك. المرافق هو زوج او زوجه فقط، ما يصير مرافق اب او مرافق ابن او عفوا مرافق زوج او اخ او اخت او ام او ابو، ما يصير. مو اقربات رجوله، فقط الزوجه او الزوج. بالضبط. اذا طالب عنده ماجستير بيطلع معيد على بحث الدكتوراه، هل المعدل يكون على البكالوريوس او الماجستير؟ الاثنين في العاده. زين، في سؤال مهم انا يمكن نسيت اسالك اياه من المحاور. اذا انا عندي ماجستير مثلا هندسه كهربائيه وبكالوريوس هندسه كهربائيه بعثه، ويت بقدم على بعثه معيد، هل لازم اعيد الماجستير والدكتوراه ولا يعادلوا لي الماجستير اللي خذيته واذا بكمل على الدكتوراه هندسه كهربائيه نفسه؟ ممتاز. بصراحه هذا يمكن من احلى الاسئله اللي انا يعني وصلتني في السابق والان انت ذكرتها.
اذا عندك ماجستير جامعة الكويت مو ما لها الحق ان هي تمنعك او تطلب منك انك انت تعيد الماجستير او لا، هو شأن خاص بالجامعة اللي انت بتقدم لها. بعض جامعات امريكا يقول لك انا ما اقبل الماجستير هذا، ابيك ترد تعيد الماجستير من البداية. بل بالعكس جامعة الكويت تعطيك افضلية اذا كنت متقدم وعندك ماجستير على اللي متقدم وعنده بكالوريوس، لان انت تتكلم ماديا انت اوفر توفر عليه اكثر من طالب اللي بس عنده بكالوريوس. وهذا معيار مع العلم، هذا معيار موجود في الـ في الـ في الـ من لسة المعايير اللي تاخذ عليها درجات. ممتاز، معناته شهادتك، درجاتك، مقابلتك انت اللي تشد حيلك تنقبل، لا واصله تفيدك ولا هم يحزنون. نروح حق الاسئله بشكل سريع، طبعا في اسئله كثيره يمكن هذا جاوبنا عليه، نعم ما في ولا اشتراط يكون، بس انت ما تقدر في قبول غير مشروط بدون ايلتس او توفل، ما تقدر. اي انا افهم في يعني ما تقول امتحانات اساسا انت لازم تاخذها عشان تروح، ولكن لازم ما يشترطون عليك اي شرط للقبول. صح، يعني القصد ان معيد بعثه مو حاطين شرط اساسي اللايت والتوفل، بس هو من تحت على قولتهم من تحت ما تحت شنو يسمونهم ما بين او يعني خلف الكواليس هم طالبينه، لان انت لازم تجيب قبول غير مشروط. طبيعي يعني اي واحد يكمل ماجستير او مثلا دكتوراه لازم عنده الاختبارات الاساسيه، يعني هذه شيء مهم، يعني انت شد حيلك تجيب هالدرجات عشان القبول من جامعه الكويت، انت من جامعه الكويت تنقبل لما يتيب القبول سهل عليك، فما بالك انت لا امتحان لا شيء، راح تكون صحيح. فرصتك اضعف. انزين، شلون اخذ تزكيه من الدكاتره اللي بدرس ماستر؟ طبعا انتم بعثه معيد ما اعتقد في بلى نحتاج الاثنين، نحتاج انت لازم تحتاج رساله تزكيه عشان تقدم في الدراسات العليا عموما. شنو اللي يخليني انا اقبل لك كمتقدم في الدراسات العليا؟ لازم تروح وتكون ذكي في اختيارك المزكين. المزكي لازم انت شخص مو بس ماخذ عنده اي وخلاص، المزكي لازم انت شخص شغال معاه، سويت معاه شيء، يذكرك. ما يذكر مثلا مصطفى بس لانه اخذ عندي ايه، لا والله اذكر مصطفى لانه كان مجتهد في المشاركه وكذا وكذا وكذا. فرساله تزكيه بس تروح للدكتور تتواصل معاه اذا انت على تواصل معاه، وتقول له ان انا بقدم مثلا، وتشرح له وضعك، والغالب ما يقصرون. يعني انا سؤالي كان ان انتم ما يحتاج تروحون تاخذون رساله، بس تدز ايميل حق الدكتور كافي، لان احنا بجامعه الكويت اتكلم دراسات العليا، يصير تجيب الرساله ويصير بس تحط ايميل الدكتور مثلا او يتراسل يا ورد، فانتم نفس الشيء نفس النظام. انا على الاعلان اللي انا نزل وقتي انا كنت لازم اجيب اوراق، بس انت عشان الحين تقدم على جامعات برا لا بس ايميل، نفس ما انت قلت يدزون هم يدزون الايميل حق الدكتور، ولازم يكون الايميل اوفيشال، ما يصير يكون ات هوت ميل او ات جيميل او ات ياهو، بعضهم يستخدم ياهو، لازم يكون رسمي خاص في جامعتك. ممتاز، طبعا رسالتين على قولتهم الافرج اثنين، بس في جامعات تطلب ثلاثه، في جامعات تطلب اربعه حتى. ممتاز ممتاز، طبعا انا قاعد اسال الاسئله اتعمد عشان تستفيدون. طبعا موظف عسكري يقدر شلون يقدر يقدم على معيد بعثه؟ طبعا يمكن تبداخل السؤال لانه كمان يخصك يا ابو عبد العزيز. ممتاز، باختصار شديد جدا هو انت عسكري، هل انت عندك مثلا شهاده حقوق؟ تقصد ان عندك بكالوريوس علوم امنيه وبكالوريوس حقوق مثلا؟ اذا كان يعني بهالطريقه فانت لك الحق انك انت تقدم ماجستير في الحقوق. ما خبري ان بكالوريوس العلوم الامنيه والكليات العسكريه ممكن يكون في بكالوريوس في تخصص ثاني، ولكن انت عشان تقدم في وظيفه معيد بعثه لازم يكون عندك بكالوريوس، وتكون الكليه معتمده من جامعه الكويت. ما قاطعك بالخير، انا ادري شنو قصد الاخ عبد الله. انت موظف اي مكان بالكويت ودام مستوفي الشروط تقدر تقدم على معيد بعث. صحيح. نقطة عشان لا اللي تشتتون، انا ادري شنو السؤال، هو يقول انا عسكري وهذا، طبعا لازم انت تقدم استقالتك، يعني في ناس على بالها نفس العسكرية الجيش يدزك بعثة. لا لا خلاص بس اي بس انت تطلع من عشان الصورة تكون واضحة، يعني انا ادري بالجيش عندي ربعي يروحون يدزون بعثاته بوظيفته، لا هني تطلع من وظيفتك وخلاص، هذه وظيفة مثل ما أنت تفضلت، وظيفة وليست فقط دراسة أكاديمية. وأنت مجبور ترجع تدرس في جامعة الكويت، ما تقدر تأخذ شهادة تروح مكان ثاني. ممتاز ممتاز ممتاز. الحين أنا بأخذ السؤال اللي قاعد يقول متى أسماء يعني ما تقول اللي مقدمين دراسات عليا متى تطلع، واللي مقدمين على الإعلان ما يدري. بالنسبة حق دراسات العليا يا أخوان إحنا قاعد نتواصل وياهم، لا حد دام ما داموا، بس يدامون راح يخبروننا بكل شيء.
وبالنسبة حق معيد بعثة، أنتم تدرون فترة الكورونا كان في فترة متبقية للتقديم، فلا حد الآن الوقت مو واضح عشان يعلن الأسماء. في ناس لحين ما قدمت كانت بتقدم، يعني لهم فرصة، فاحتمال راح يبطلون الفترة المتبقية عشان الناس تستكمل أوراقها، بعدها تصير الأمور اللي تفضل فيها أبو عبد العزيز، ومن ثم يقبلونهم يعلنون على الأسماء. اي بس ما معيدين البعثه ما يعلنون في العاده عن الاسماء، مجرد يتصلون على جميع المتقدمين يبلغونك سواء تم قبولك او لم يتم قبولك. ولكن بشكل عام احنا الان كمعيدين بعثه شغالين على شغله باذن الله، ان شاء الله تتم على خير قريبا باذن الله. راح تعطيكم الفرصه انكم تعرفون جميع معيدين البعثه في التخصصات المختلفه، في حال احتجتوا تسالون اشياء لها علاقه في التخصص يعني ذاته على قولتهم. ممتاز ممتاز ممتاز. زين، خلينا ناخذ الأسئلة بشكل سريع. إذا حصلت على الماجستير لكن ترى شوية، لكن ليس من الجامعات الموصى بها من قبل القسم، هل أقدم على معيد بعثة الماجستير ولا على البكالوريوس؟ ممتاز، طبعا تسمح لي اجاوب؟ اي طبعا، هو في فرق بين الجامعات الموصى بها والجامعات المعتمده لدى جامعه الكويت. كونك انت حصلت على الماجستير من جامعه معتمده لدى جامعه الكويت، فانت يعني هي الجامعات الموصى بها حق اللي يبي يروح يدرس، يعني ينصحون انه هو يدرس في هذه الجامعات او يوصونه على الدراسه في هذه الجامعات، ولكن مو بالضروره شهادتك تكون من ضمن الجامعات الموصى بها. المهم ان شهادتك تكون من جامعه معتمده عند جامعه الكويت او جهه الاعتماد الاكاديمي في جامعه الكويت. ممتاز. إن شاء الله هذا السؤال، إذا درست بكالوريوس في أمريكا هل ممكن أدرس ماستر دكتوراه جامعة الكويت؟ إيه، إذا جامعتك معتمدة من التعليم العالي وكل شيء ماكو أي مشاكل. وعند جامعة الكويت أيضا لازم تمر على الاعتماد الأكاديمي الخاص بجامعة الكويت. بالضبط. لا درست هذا كملت ماستر جامعة تبارك الرحمن، شعور جميل لما نشوف بصراحة هذا الكم من الناس عندها هذا الطموح إن هي ودها تكمل. شيء شيء جميل جدا. صراحة يخليني أشعر بالفخر للأمانة في عندنا هالجيل هذا، وهالكم من الناس اللي ودها تكمل دراستها. بصراحة فرصة ممتاز طبعا، عظيمة، لا أحد يطوفها إن صارت له الفرصة هذه. ممتاز طبعا. ابو عزوز، في ناس يعني من اسئلتها يمكن داش متاخر على البث. يا جماعه أكيد كل الاسئله اللي ما حطيتها مجاوبين عليها، وانا راح اسيف البث لا تحاتوا، صحيح، فسامحوني اذا ما عرضت الاسئله. كمان انا قاعد اعرض الاسئله اللي مو متكرره وما انطرحت. زين، حلو، هذا سؤال جميل. هل ان الماجستير جامعة الكويت اطول من الجامعات برا؟ يعتمد على البرنامج نفسه. هناك برامج تخلص فيها الماجستير بسنة، هناك برامج تخلص فيها الماجستير بسنتين. في كمعيد بعثة أنت جامعة الكويت تسمح لك أنك أنت تدرس سنتين في الماجستير، لأن ما في برنامج على حد علمي إن ما كنت غلطان يطول في الماجستير أكثر من سنتين. على حسب الطالب يعني بشكل عام، في على بالضبط، حسب هو سيلف بيس على قولتهم، أنت وسرعتك، أنت وش كثر تخلص، أنت وشدة حيلك بالكويتي. ممتاز. هذا السؤال حلو، شلون احصل على قبول غير مشروط من الجامعة؟ ممتاز. في العادة يمكن مصطفى قال بساعة من ضمن كلامه بشكل عام يمكن ما ركز عليها وايد، القبول غير المشروط باختصار شديد جدا في العادة يكون قبول مشروط بلغة، فإذا أنت عندك لغة ما راح يكون هناك شرط آخر. عشان تحصل على قبول غير مشروط، أنا بفترض أنك أنت ما تعرف حاليا ولا شيء، ما تعرف طريقة التقديم، فقد يكون الشيء تافه للبعض اللي بقوله الحين. باختصار، نزلت لستة جامعة الكويت، لستة الجامعات، تدور على الجامعه في تخصص مثلا القياس والتقويم، فتكتب في جوجل مثلا يونيفرسيتي اوف اي بيتسبرغ مثلا القياس والتقويم، فتدخل تشوف شنو شروطهم، تحاول تحقق كل هذه الشروط وبس، كذي انت ما عندك اي قبول غير مشروط. من اسمه واضح، قبول غير مشروط، يعني ما في ولا شرط، لا لغه، لا تطعيمات ولا هالاشياء. في موضوع التطعيمات يمكن البعض يرد يسالني ليش كل شوي تجيب طاري التطعيمات؟ التطعيمات شيء اساسي ما يخلونك تدش الجامعه او الكامبس اذا انت ما عندك مو مطعم 100% او كل شيء. فالبعض الجامعات اذا حطت لك شرط التطعيم تقدر تقول لهم انه ما يخالف تشيلونه، لان انا والله ما يسمحوا لي جهه عملي ان انا اقدم هذه الورقه وفي شرط، فالبعض يتفهم ويشيلها. فبس فكرة القبول غير مشروط انك تدخل على، باختصار انا طولت الاجابة وايد، باختصار يعني تدخل على لستة الريكوايرمنتس مالتهم، المتطلبات، تحاول تحققها كلها. السلام عليكم. في العادة شرطين اساسيين، لغة وجي ار اي او جي مات. جي ار اي وجي مات الحين اغلب الجامعات سوت له ويف، شالته كون ان الازمة الحين
حاصلة وصعب جدا أنك أنت تختبر هذه الاختبارات. ففرصة حق اللي وده يقدم برا، فرصة عظيمة جدا. الجي آر إي والجي مات عائق كبير جدا حتى على الطلاب الأمريكان مو بس الأجانب. زين، هل القبول له صلاحية؟ القبول إيه ممتاز، خوش سؤال، وايد سؤال حلو هذا. أنت في العادة الجامعة تعطيك قبول لفصل معين، يعني أنا بقبلك في فصل مثلا الخريف 2021، فأنت بس لك الحق أنك أنت ترفض أو توافق على هذا القبول. بعض الجامعات تسمح لك أنه والله تأجله، تقول له مثلا بي السنة الجاية أو اللي بعدها. هذا صار مع كان حاليا. ممتاز، فهذه الفكرة باختصار. أنا كان مفترض أنه حسب الخطة شهر 9، ولكن مع الأسف اللي صار الله يسهل الأمور إن شاء الله. خيرة، أنا دائما أقول خيرة يعني، لأن زين عشان من يقدر يساعدني في التقديم؟ احنا بخدمتكم يا جماعة، كلمونا بالخاص سواء انا او عبد العزيز، ما راح نقصر وياكم. شنو تبون؟ احنا بخدمتكم، وحتى اللي محتاج اي مساعدة في التقديم مثلا على امريكا او جامعات برا، بدون شك كل اخوانكم معيدين البعثة بخدمتكم وعلى قولتهم حتى بدون مقابل، نفس ما بعض مثلا البعض يتجه للمكاتب والامور هذه، فاحنا بالخدمة وحاضرين يعني. احنا فريش، شغلنا كله لله. يستاهل، يستاهلون. وبيوم من الايام للامانه كنا مكانهم، فعارفين شنو الشعور اللي يحسون فيه والضياع نفس ما نقول. اكيد خصوصا في ناس تستغل هذا الشيء. اقدر ادرس ماجستير بتخصص غير تخصصي؟ خوش سؤال. نرجع نقول يعتمد على الشروط الخاصه بالقسم، فمثلا كليات العلوم الاداريه او بعض التخصصات في العلوم الاداريه تقبل تخصصات الهندسه، فيعني بكالوريوس هندسه يقبلونهم. فيرجع اي بالضبط، فيرجع لفقط لشروط القسم العلمي، اذا كان القسم العلمي يقبل فما في مشكله. فلا اوضح الاجابه حق اخونا محمد، كل برنامج او كل قسم يقول لك مثلا المحاسبه، انا اقبل برنامج مثلا المحاسبه، اقبل برنامج مثلا الطب، اقبل برنامج الهندسه، يحط لك انا اقبل هل التخصصات. اذا انت تخصصك موجود لك الفرصه انك تقدم. باختصار صحيح. وين نقدر نحصل على الشروط؟ كلموني بالخاص ادز لكم. في شغله مهمه ابو عبد العزيز بس بضيفها، اللي يحب احنا عندنا جروب واتساب حق اخبار الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه بحثات. كلموني في الخاص او كلمونا على الواتساب دايركت، قولوا بس بدش جروب الدراسات العليا، الاخوان راح يضيفونكم ما راح يقصرون وياكم. وايضا عندنا في التويتر الدراسات العليا راح تطلع حسابكم اللي هو كيني اف سي جي اس، نفس حسابنا بالتويتر، وان شاء الله ما راح نقصر وياكم باللي تبونه. الله يقويك. وايضا دكتور ناصر ان شاء الله اي شيء تبون منه ما يقصر. خل نروح على نقطه مهمه، في سؤال عجبني اللي هو التعليم عن بعد، وايد حلو. لا تسالني عن رايي تكفى. لا مو راي، احنا مني ماكو اراء، احنا هني 1+1=2، نفيد الناس. ناخذ اخر سؤال طبعا عشان نقطع البث ونرد مره ثانيه، عشان تدري عندنا ساعه. السؤال والله ما حصلته، ما شاء الله الاسئله كل ما لو تزيد. اكيد عاد ترى اذا غيرت كنا اللايف يروحون الاسئله. اي انا هذا اللي يبغى يخلي ان اسئله الناس الطيبه راح تروح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون جاوبنا على اغلبهم، واللي وانا لي باكر قاعد ارد واقول اللي محتاج اي شيء او اي سؤال احنا ما جاوبنا انا او مصطفى حاضر. ممتاز، خلاص اسالك السؤال قبل لا نقطع اللايف حتى ارد مره ثانيه، ماكو مشكله. السؤال شو يقول لك؟ يقول لك اذا انا خذيت البكالوريوس والماجستير تعليم عن بعد زين، حلو، هل لي الحق ان رديت اقدم على بعثه معيد يقبلوني ام لا؟ هذا السؤال وايد حلو، خصوصا في درس تعليم عن بعد. اي وايد حلو بصراحه، لكن نرجع نقول هناك شرط عام يلزم الطالب بنظام الانتظام او انك انت تروح تدرس. يعني اذا مثلا انت تتكلم عن معيد البعثه، في شرط واضح وصريح اللي هو انك انت، ماني قاري بالضبط او ماني عارف وينه بالضبط هو، ولكن انك انت تكون في بلد الابتعاث وقت دراستك، او ممكن يكون في اللائحه مو بالشرط، فلازم انت تكون في بلد الابتعاث. يعني ما التعليم عن بعد ما ادري اذا هم يعني نرجع نقول يعتمد على الاعتماد الاكاديمي، اذا كانوا ممكن يعتمدون الطريقه هذه في الدراسه ولا لا. شوف احنا ممكن نتكلم عن
ان التعليم الالكتروني انه مساند او تعليم عن بعد، في ناس لا بدايته كله تعليم عن بعد، فهذا لازم انت تشوف الجامعه نفسها اذا تقبل هذه الشهاده، اقرا تقبل الشرط، هذه الجامعه. جوهد، انا ادري شنو الكفاءه، جوهد اقرا الشرط باختصار. الشرط يقول لك ان يكون المتقدم حاصل على مؤهلات الجامعيه من جامعه الكويت او من جامعه غير جامعه الكويت ولكن معتمده لدى الكليه والقسم العلمي بجامعه الكويت، وان تكون مؤهلاته رقم واحد الانتظام، اثنين التفرغ الدراسي الكامل، ثلاثه الاقامه المتصله في بلد الابتعاث اليك. فاذا انت ماخذ عن بعد وموجود في هذا يعني في البلد نفسه، يعني ما ادري قانونيا شنو وضعك او هل في الشهاده يكتبون انك انت دارس في نظام التعليم عن بعد، هذا اللي اقصده، يعني ما يعتمد على وضعك، فالافضل تسال الاعتماد الاكاديمي والجامعه. جميل ابو عبد العزيز، انا ادري في اسئله كثيره وانا ما ابي اظلم الاخوان، يعني ما اكيد ابي اقطع البث يا اخوان عشان نستفيد. احنا يمكن شرحنا وايد محاور، راح اصك البث زين وراح نفتح بث جديد بس لاسئلتكم لمده 20 دقيقه، ما راح ناخذ اكثر عشان هم احنا سؤال على لو سؤال يكون يمكن 20 ساعة حاضرين بالخدمة احنا. على يوم الخميس لا حاضر دوامة في بالخدمة المرحلة حاضرين. الثانية، سلام. فماكو مشكلة دام أبو عبد العزيز موافق. احنا راح ناخذ كل أسئلتكم إن شاء الله باللايف الثاني، هذا راح أسكره، أنا باقي تقريبا دقيقة وراح أسيفه في الآي جي تي في عشان تستفيدون منه، وراح نفتح اللايف مرة ثانية أبو عبد العزيز. بإذن الله على خير إن شاء الله. توكل على الله، الحين راح أسكره ونبطل الفيديو إن شاء الله على خير.